وبعد شوي رجت على البيت اللي كانت عايشة فيه، وإخواتها قاسوا الكندرة واحدة واحدة بالزور. بس الأولى قد ما كانوا إجريها كبار قد رجلين الفيل، ما فاتت الكندرة برجليها بنوم. والتانية كمان جربت، عم كمان ما فاتت برجلها. فجأة الأمير شاف سندريلا قدام وعرض عليها تقيس الكندرة. واحدة من إخواتها قالت اصحاك، هي ما كانت بالحفلة يا سعادة الأمير. بس الأمير أصر أنه يقيس الكندرة، وقاست سندريلا الكندرة واستغربوا بنات مرت أبوه. الأمير كان فرحان وعم يضحك كتير، عم يضحك لأنه لقى الزوجة، الزوجة اللي كان عم يدور عليها وقال لها بتتجوزيني. فوراً قبلت سندريلا وأخذت معها مرت أبوها وإخواتها. بس إخواتها كانوا خجلانين منها كتير لأنهم كانوا يعذبوها. والأمير وسندريلا عاشوا لآخر عمرهم بسعادة وهناء. ميرنا، ايه يوسف، ايه اختك اتطلقت، الله وكيلك مثل ما عم اقول لك. لك ما عم تقول خلص، بعدين رح تصيري مرتي. ماني مصدقه، خلص ارتحت. يا تيتي. يا جماعة هلأ إجا دوري، في شي بدي أقولكن عليه. يمكن مو وقتها، بس أنا حابب أطلب إيد. بنتك لإلي. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله مبروك. مبروك اختي، الله يبارك. الف مبروك تيتي حبيبتي. مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا امي. تحي تحي يا عمري. حبيبة قلبي. أخيراً بتشكرك من كل قلبي، يعني شو ما قلت ما رح وفيك حقك. يعطيك العافية حضرة المحامي، كل ما صليت رح أديلك من قلبي. صدقوني أنا فرحت أكثر من كل. إن شاء الله ألف مبروك. لازم تقول الحمد لله على السلامة. حدا يقرصني، ماني مصدقة حالي. بدي استأذن منكم، عندي جلسة تانية بالقصر العدلي ولازم روح فورا. استاذ أنيس، كنت عم فكر انه نحتفل كلنا سوا. غير مرة ان شاء الله، الايام جاية. بتشكرك. لا شكر على واجب. تسلم. خاطركم. مع السلامة. خاطركم. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. شكرا. الله يرضى عليك. ايه مشينا؟ مشوا على البيت. رح أعملكن أحلى صفرة تليق بهالمناسبة. معقول الحكي؟ رايحين على البوسفور. إيه هيك ها؟ حجزت لأني كنت واثق إنه رح نربح الدعوة. إيه مشو لكن أساساً أنا ما لي شيء أرجع على البيت من الفرحة. تكرم عيونك. عم حز
بعذركم، هذا مجرم خطير وعنده عقدة خصوصي من الجنس الآخر. هذا بابا؟ ايه انا بابا. انا اجيت بنتي. بابا تعال تعال. سألت لك بابا اللي بيزرع خيري بيحصد خيري. انا يبدو انك عم تحصري ذاكرتك باعتبار اشتغلتوا سوا لفتره. حابه تقولي لي شيء؟ كان كتير طيب. يعني ما بعرف، لما قلت لي انه مجرم كتير فاجأتني، ما عم صدق. مو واحد قاتل ثلاثه. نحن شو بيعرفنا؟ كان على طول ساكت وهادي. مرحبا اهلين، جلي جليات، قشر البطاطا، يعني هيك ما في اكثر. الحقيقه انا مستغرب كمان، صدقني ما كان مبين عليه. قال إنه اسمه حقي، ما جاب سيرة مصطفى. حقي وبس. مزبوط، حقي يلمص. هذا كل شي منعرفه. على كل إن إذا تذكرتوا شي خبروني. تكرم حضرة المحقق، أي خدمة نحن جاهزين. بخاطركم. مع السلامة. الله معك. خاطرك. شرفتوا. هالست أكيد بتعرف شيء، راقبوها منيح. أمرك. يا لطيف، الواحد ما لازم يثق بحدا. فكرناه عائل، قام طلع قاتل. معلم هارون، بقدر روح شوي على البيت؟ خير. بنتي مريضة، تركتها عند الجيران. ما بروح لخلص المطلوب مني. أساساً بقلب الأسبوع ما في كتير زباين. أكيد ارتعبتي وغلي قلبك على بنتك. ماشي ماشي، روحي لعندها. بس للإحتياط جهزي كل شي وبعدين روحي. حاضر حاضر، ولا يهمك. بقدر اتصل شوف اذا بدهم شيء؟ اتصلي. الو ست نعمت. امينه، انا امينه. بعرف اني عم تقل عليكي، اذا بتريدي تاخدي شيماء لعندك. بعرف، بس خديها، عم هسبكم. رح خلص شغلي واجي اخذها من عندك. عيونك عليها، الله يوفقك. خايفه لتقوم تنعدى منه. تمام، يخلي لي اياكم، ما بطول. عم هسبك، الله معك. عمي، شو رأيك نبدأ بإجراءات الزواج بكرة؟ ليش؟ ما لازم تخطبه بالأول؟ والله شايف الخطبة ما لزوم. ايه، وأنا رأيي من رأيك. لحسن نستنى للصيف. ايه شو فيها؟ بالصيف احلى، اكيد ما رح جوزكم خبط لزق. حاجة تلعب باعصابهم، بكفي بقى. مو شايفهم كيف اصفروا؟ توبريني. <تصفيق>
سمعت انه ما بيصير الزواج بعد الطلاق فورا، بس بظن انه وضع ميرنا مختلف. اكيد. يا ريت تسالوا المحامي، احسن ما تطلع لنا شيء قصه بعدين. لا، المحكمه ما حددت وقت، لا تقلقوا انا تاكدت. منيح الحمد لله. رح يكون العرس قبل افتتاح محل الجاتو ولا بعده؟ تيتي، العرس اهم من كل شيء. تيتي ما بدي اعمل عرس، بس بنكتب كتابنا. اسمعوا يا اولاد، بدون فستان عرس وطبل وزمر ما بجوزك بالمره. مشان الله تيتي، كلها مظاهر على الفاضي. هديك المره بكيت لعميت لشفتك بفستان العرس، مستكترة على ستك تفرح وتزلغت، ضروري نعمل عرس وننبسط. الأحسن يكون العرس على الدية. شو نسيت إنه العرس على العريس ما رح تدفع شي من جيبتك؟ مو مشان هيك، أنا اللي قصدته بلا ما نفتح مجال للناس تلت وتلعي وتعيد القصص الماضية. معك حق، خلي العرس بين بعضنا، ما في داعي نوسعه. الواطي شوكة بحلقنا. خلصونا بقى لا تضيعوا لنا فرحتنا. حاسس انه اليوم خلقنا من جديد. شيماء، شيماء. أمينة، وين بنتي؟ شو بكي؟ عم قلك البنت وينها؟ شيماء. ماما يا روحي تقبريني. شو صاير معك؟ الشرطة عم تراقبني. ماميتي. يلا بنتي يلا. شوفي ماما، رح أخذك لعند نعمت. يلا حبيبتي يلا. ما بدي روح. مو على كيفك. يلا امشي قدامي. بابا. تعي حبيبتي تعي. لا تبكي لا تبكي يا عمري حبيبة قلبي. البنات الحلوين بيسمعوا كلمة أمهم، بعد شوي بيجي باخدك. يلا امشي معي. تعي لشوف. بابا بابا، بدي بابا. تعي لعندي. هي طقس بارد، بارد كتير. هي حست انه مراقبة. طيب مراقبة مبي، بس اصحك تفلت منها. راح ابعت لك اذن تفتيش البيت. ماشي بأمرك. الشباب موزعين بكل مكان. ماشي ديروا بالكم. نحن محاصرين، الشرطة برا. لازم اطلع من هون. مزبوط اللي عم بيقولوه؟ عن جد قتلت ثلاثة؟ كلن وقفوا ضدي. كلن. بقي شخص واحد، بس قتله بسلم حالي. بس موته ما بقى بيهمني شي. موت أو عيش. لا تقربي. خليكي جوا. حاضر. في باب وراني، لازم أهرب فورا. ما رح تأذينا أنا وبنتي. مو وعدني إنك ما رح تأذي بنتي أبدا. أنت شو عم تحكي يا أمينة؟ أنا أبدا ماني سيء. قد ما ضغطوا علي هن جبروني صير مجرم. أنا مستحيل أذيكم.
شوي. لا حياتي، عندي شغل ولازم روح الشركة. بنتي اتركيه على راحته، كلها كم يوم وما بقى تفترقوا ابدا، راح لي كثير وبقيل قليل. يا عمري يلا الافضل تفوتوا على البيت. لا تكتم على نفسنا انت. الحق معه، مبروك مرة تانية يا أولاد. شكرا. ألف مبروك، الله يتمم بخير إن شاء الله. شكرا، تسلمي. مو نسيان شي؟ ايه تذكرت. بعد إذنك عمي، المساء حابين نتعشى سوا. لعيونك أحلى عشاء؟ لا يعني لحالنا. ماشي ماشي، بروح معهم، أمري لله. طبعا أكيد أنت معنا. طيب ناطرينك المساء. ماشي أنا رح ضلهم. بس بعد كل هالأكل لا تغفى بالسيارة، فتح عيونا. بعجبك معلم. لازم أمشي، خاطركن هلأ. مع السلامة. شوفك المساء. ماشي. مرحبا. أهلين ست أمينة. نعم. معنا إذن بالتفتيش بخصوص قضية مصطفى. وأنا شو علاقتي بمصطفى للدورو عندي؟ بدنا ندور، عن إذنك شو؟ إذنك معك، تفضلوا فوتوا. فهمني شو دخلني؟ قلت له للضابط، لا بعرفه ولا بيعرفني، شلون بده يكون متخبي ببيتي؟ ماما بدي ماما ماما. تعي. ما تواخذيني والله ما سكت. خير، ليش الشرطة عندك؟ وينه بابا وينه؟ ما بعرف، عم بيقولوا في مجرم هربان وعم بيدوروا عليه. شوفوا كيف خوفتوا لي بنتي، يعني مو معقولين انتو بيصير هيك تخوفوا العالم؟ بدي انزل، نزليني. حبيبتي بدي بابا. حبيبتي ما في شي بخوف، عمو مضيع شغلة وعم يدور عليها، هلأ بس يلاقيها بخليه يلعب معك. ايه حبيبتي لا تخافي عمو. شو اسمك يا حلوة؟ ناقصتك. الله يصبرني، بيتي قد إن الجار، افتح لك القطر ميزات دور بقلبها يعني؟ عالجهة الخلفية. أمرك سيدي. شو لقيتوا؟ بس رعبتونا أنا وبنتي عالفاضي، أصلاً هالبيت مو خرج نخبي فيه حدا. مدام هدي أعصابك، هذا مجرم خطير ورح ندور بكل البيوت. ايه دوروا براحتكم. يلا الله شباب معكم. لازمك شي؟ تسلمي لي يا نعمت، لهيناك اليوم عن شغلك، رح خلي شي ماء معي. بارح خلصت كل شغل البيت، لازم عيده بعد هالكركبة. يلا بشوفك بعدين. ما فهمت شي أبدا. مو مهم، أنا بعدين بفهمك القصة. شو فيها كيف خايفة؟ وينه بابا؟ سكتي، هلأ مندور عليه، هو عم يلعبنا طمامة. طيب أنا ما بعرف كيف بدي أشكرك، خدمتنا خدمة كبيرة. حاجة تشكرني بقى، الأمور مشيت ببساطة، ملفه الإجرامي سهل الطلاق كتير. ألف مبروك يا بيك، الله يهنيكم. شكرا. شو قصتهم؟ عم بيهنوا البيك بطلاق ميرنا. كيف؟ ليش إمتى طلقت؟ اليوم الصبح كانت الجلسة، خليل بيك طلب مني ما أخبر حدا ليطلع الحكم، بس هلأ طاير عقله من الفرح، الحكم كان لصالحهم. ومثل ما قلت لك شوية إجراءات بسيطة ونكون خالصين إن شاء الله. مبروك يا بيك، بهنيك. بدي إياك تفتحي عيونك، رح طلع الشركة من وقت للتاني، أي شي بصير بتتصلي فيني. حاضر يا أنسي.
اوعك تتركي الشغل. ماني تاركي الشغل ليقلعوني ولا يهمك. افتحي عيونك منيح. يلا باي. الله معك. فوتي تيتا فوتي. بهالأوضة في فراشة شي عم ترفرف وصوت جناحاتها واصل لعندي. عن جد عم طير. تقبريني إن شاء الله. طلقت تيتا وراحت كل الهموم. كتر خيرك كتر خيرك يا ربي. وهلأ رح نلاقي أبوكي. جاهزة؟ أمان؟ فتح فتح. بابا حبيبي. حياة بابا. تويت عليك ولقيتك تاني مرة تخبى بالخزانة مفهوم؟ ها انزلي بابا. متأكدة من بقى حدا؟ ايه متأكدة كلياتهم مشيوا مع بعضهم. أنا لازم أمشي فورا. خليك بس اليوم. لا خليني استغل الوقت. اجوا الشرطيين لعنا. هيك لكان شو كان بدون؟ عم بيدوروا عليك. علي انا؟ ما قلتي لهم انه بابا عم يلعبني طميمه؟ ليش عم يدوروا علي؟ حطيت لك بالشنطه شويه اكل. شكرا. لوين بدك تروح؟ بقضي مشوار وبرجع. لكن ما في تاخذ الشنطه. حبيبتي بخلص شغلي وبرجع لعندك. ما رح ترجع وانا رح اشتاق لك كثير. الله يخليك بابا. لا تروح وتتركني. يا عمري ما رح خليك تروح. خدني معك. الله يوفقك بابا. الله يخليك. أميني حبيبي تركي تركي أبوك يروح على شغله. بكرة بيرجع. ما في راحة. بخلص وبرجع. ماشي بنتي. ما عندي سكربينة تلبق مع الفستان. شو هالحكي؟ مو عندك السودا اللي كعبه عالي؟ اي والله نسيتها. انا بعرف شو في بخزانتها اكثر منا. هي الفرحه طيرت العقله. كل البنات هيك. ما بتصدقوا شو مبسوطه. تيتا لابسيني هذا العقد. لك امي مو بكير. وينك وين العشاء؟ صرتي هلا ضيفه عنا. أخيراً تبكلت. ما عم أقدر وقف ضحك. تمي ما عم ينزم. بيقولوا لما القلب بيفرح كل الحواس بتصطف له مثل العسكر وبتقول له أمرك سيدي. هذا مشان الله ما بدي. شو قلتي؟ مشان الله ما تجوزني. والله ولك لسان يحكي. خلاص أنا لسه ما متت. آسف. عم اشتغل وساعدك. بوس ايدك. ما بدي اتجوز. بعمل اللي بدك اياه بس ما بدي اتجوز. الله يخليك. شو عم تقولي ليه؟ والله لحبك. حسن الله يوفقك. حاسك كلمتي؟ والله اهريكي والله. بوس ايديك. والله بدك تتجوز. الله يخليك. لا تتدخلي. ان شاء الله ما تتركها. بوس ايديك تتركها. الله يوفقك. الله يخليك. انت بعدي. انت ضربي عندي هون. لا تهربي. تعالي هون ليه؟
تعي لهون. ما يخليك تتدخلين. اتركها اتركها بقى، شو بدك فيها؟ تطلعي على شوري. اذا بتضربها ما راح اسامحك كل عمري. اتركها للبنت. امي قال ما بدها تتجوز. قال هي وحدة عاقلة ومؤدبة، هي وحدة بدون شرف. فو الله يلعنك. ما بدك تتجوزي ها؟ قلتيلي ما بدك تتجوزي ما؟ والله لك السر عظامك. خلاص فهماني؟ خلاص بابا لا تهز بدنا. ما بدك تتكلمي. اسكتي انت، روحي جيبي لي مي. ما بدك تركها الشغل بابا. بس تتجوز مصطفى ما بده اياك. يسلموا ايديكي. ها خلص. يسلموا يا امي. شفتي يا البنت شو مبسوطه؟ الله عوضها بعد العذاب لتشوف السعاده. هلا اذا بموت ما باكل همها. اسكتي لك ولا كلمة وليك، لا تحكي ولا كلمة أحسن لك. سودي وشنا الله يسود وشك. واحدة مثلك حرام تعيش حرام. شبك؟ ما في شيء. ميرنا فوت زاهر. شبك؟ والله ما لي عين اطلع بوشك. زاهر شبكم؟ تعال تعال. السبب بكل شيء صار معك. ما كان لازم يصير هيك. لازم من الأول ما تتزوجي إلا برضاكي. أنا السبب في زواجك من مصطفى. خلصنا أخي، هذا مو ذنبك، هذا نصيبي. بترجاكي تسامحيني ميرنا. الله يوفقك سامحيني. رح موت من الندم بجد لما بتذكر اللي سويته. أنا رايح على الدكان. قديش هالزلم يا قلبه قاسي. عمره الاعتذار ما قلل من قيمة الرجال. ما في فائدة. خلص حاجتك. ما بتصدق حكيك هذا قديش فرحني يا زاهر. هذا زاهر اللي بعرفه، حنونه ما في أطيب من قلبي. أنا قايم روح على المحل لأنه تارك الشغيلة لوحده. ماشي. ألو مرحبا ميرنا. ما عرفتيني؟ أنا زينب. نعم. بدي بارك لك بالطلاق. خليني اليوم خبرني. إيه؟ ما بقى في شي بيوقف بطريقكم. أكيد ما تنصابوا بالعين، إن شاء الله ما تطلع لكم شي مصيبة جديدة. زينب شو قصدك؟ كل خير يا روحي. عين الحسود فيها عود، مو هيك بيقولوا؟ تافهة. عن إذنك سعد، تفضل خذ راحتك. ألو؟ إجاني تليفون كتير غريب. لا يكون مصطفى اتصل. لا حبيبي زينب. هبطي لي قلبي يا ميرنا. لشو قلت لها أنه اتطلقنا؟ مشان تدق لي وتنزع لي مرائي؟
لا شو عم تحكي انت ميرنا؟ زينب كلها ما شفتها. ليش شو قالت لك؟ كيفك؟ ألف مبروك على الطلاق، خليل خبرني. يقطع عمره. بتكون سمعت الخبر ودقة لتلعب بأعصابك. حياتي هاي وحدة ما بينرد عليها. نزعت لي نهاري. حبيبتي هي هذا اللي بدها اياه. اهدي بقى. كيف بدي اهدى وجسمي كله عم يرجف من وحدة كلبة؟ شبكي؟ أو يعني والله حبيبي إن شاء الله بدك يعني اسكت لو هي داقة تهددني بكل وقاحة. بس ما يطلع لكم شي مشكلة. خلص انسي موضوع. هاي من قهرة عم تخبص. وينك أنت؟ عم بحلق. مو عريس؟ مشان أعجبك المساء. نعيما. شو عامل اليوم؟ أنا عندي موعد مع واحدة حلوة كتير. عليها عيون بيطيروا العقل. خلص المساء بشوفك. ماشي حبيبتي. نقدر نكمل؟ أكيد. طيب وين الصغيرة؟ نيمتها بالزور. جبينك مثل النار. كتير بردان. منيح ما تركتك تروح بهالحالة. وجودي هون صار خطر. ما فيني يبقى عندك. الحقيقة عندي مكان نتخبى فيه. كل 15 يوم بروح على بيت مشان نطفه. صحابه مو ساكنين فيه، ما بيجوا إلا بالصيف، وبالشتاء بيضل فاضي. بس أنا اللي بفوت عليه بنطفه وبهوي. المفتاح معك؟ يا ليش ما حكيتي من الأول أميني؟ مشي فورا. طول بالك مصطفى، بالليل أحسن. إذا الجيران شافونا بتقلب الدنيا فوق راسنا. جدع. أخت رجال. ننطر. عجلي أمي، شو صار معك؟ أوه يا ميرنا. لا تخجلني. يخزي العين شو حليانة. شو كنت بشعة؟ بلا ما بوسك وانزع لك المكياج. الله يحميكم من العين. بشكرك. لا تأخروا. زاهر. بأمرك بابا، ما رح نتأخر. مو أهيب لك لو لبست جرافي لك أمي؟ طالع نيقة قدام أختك وخطيبة. ليش بني؟ شو فيها شبوبية ما أحلاها. يلا مشونا. يلا. الله معكم. بخاطركم. الله معكم. انبسطوا يا أولاد. تفضلوا. شبك واقف؟ خلينا نمشي.
دليني وين نايم البنت؟ كسرت لك ظهرك ما؟ تعا حطها هون هون هون. ها غطيها منيح غطيها. هلا بس شغل الشوفاج بيقلب البيت نار. دخلك الضو بيبين لبرا من الأبجورات؟ طبعا رح يبين لبرا. ايه شغلي ضو واحد. يا لطيف شو حلو هالبيت. طلع لفوق وتفرج. شو مجانين بيتركوا هيك بيت فاضي كل الشتاء؟ عندهم مثله كتير ما بتفرق معهم. دنيا تعطي الحلو للي ماله سنان. المال بجر المال والأمل بجر الصيبان. ما جعت؟ ناكل ليش لا؟ طيب رح دبر شي ناكله. نزلني على اليمين معلم. ها لوين؟ خطيب وخطيبته طالعين. انا شو دحشني بيناتكم؟ قل لي عم تحكي جد؟ لا عم بمزح. نزلني على اليمين. يوسف وصاني دير بالي عليكم وما ضايقكم. هل يوسف اصلي والله؟ ايه بس انا كان فيني ما اقبل وضايقكم. وانت كمان اصلي. لا تطولوا يا اولاد وتعملوا نقصه، بس تخلصوا دقوا لي للاقيكم. ماشي. عن جد شكرا زاهر. اهلين يا بنتي، نحن دائما بالخدمه. ما عم صدق عن جد كانه حلم. بدك أرصك؟ الأيام الجاية أحلى بتشوفي. بكير يا عاش من سمع صوتك يا حلو. كنت كتير مشغول. شوفي طمني عنك. لا تقولي لي مشان هيك صرعتيني بالمسجات. منيح. مو أنت قلت لي خبرك بأي شي بيصير؟ شو صاير؟ والله ما بعرف إذا بيهمك خبر طلاق ميرنا من جوزة. شو؟ عجبك الخبر؟ معلوم هالخبر كتير بيهمني. وأخيراً قدرنا نكسب الرضا. اسمعي بدي هالخبر على الأكيد بكرة ينزل بالجريدة. بكرة؟ اتصلي باللي ببالك منه وهو بيتصرف. والله ما عرفته مين؟ اكتبي عندك قدامك قلم ورقة. Uzat üşümüş ellerini, sakla masum yüreğini. Zaman gibi sessiz uyu, bu dünya dipsiz bir kuyu. Pamuk.